لقاه يا جماعه. اوكي يا جماعه. اوكي انا بحياتي ما مسكت الكاميرا زي هيك وصرت دقيقه شوي. انا بحياتي ما مسكت الكاميرا زي هيك وصرت احكي معكم مباشره بدون ما اقطع وبس احط الكاميرا واحكي معكم، ولكن راح اجرب هذا الحكي لانكم انتم بتحبوا التفاصيل اللي بتصير في حياتي كثير. فخلينا احكي لكم اول شيء. انسوا موضوع هذا الشكل الطاقية هاي يا جماعه. اوراقي جهزت لحتى اخذ الرخصه الامريكيه. طب انت راح تسالوني الان انت ليش متحمس على الموضوع؟ كان عندي مشكله في موضوع الادرس. هسه هاي عيب من عيوب حياه الكرفانات، انك انت لما تكون تنقل في الكرفان ما بيكون عندك عنوان ثابت. فانا عندي عنوان في بيت جلين لما كنت فيه، تسجيل السياره مسجل على بيت جلين في نيو هامشير، عنوان البنك مسجل على اول شقه سكنتها وين؟ برضو في الهامبتون بيتش عنوان ثاني. والشغله الثالثه انه أموري في اليوتيوب وأموري على جوجل أدسنس مسجلة عند شركة إيمج ون، وموضوع الرخصة مسجل في بيت شادي. تخيل أنت قديش العناوين هاي اللي بتصير معي. هذا الإشي طبعا مش كويس، ولكن لما أستقر في مكان معين بحول كل هاي العناوين للأدرس الجديد، العنوان الجديد. فخلينا نحكي لكم يا جماعة، أنا قدمت على الرخصة تقريبا قبل 5 شهور من الآن، ولكن صارت عندي مشكلة في موضوع الأدرس، إنه ما قدرت أثبت إنه أنا عندي ادرس معين، انهم بيطلبوا فاتوره كهرباء او فاتوره ميه او فاتوره تلفون او اي شيء عشان تثبت هذا الموضوع. ولكن كالعاده المنقذ هو شادي كتب رساله كبيره زي هيك. هاي الرساله لشركه ايمج ون، انه يا جماعه انا ايمج ون، انا شادي السايس، هذا الشاب بيعيش معي في البيت. بالفتره اللي كنت عايش فيها مع شادي في البيت اللي هي قبل 3 شهور تقريبا، سوينا هاي الرساله ومشت امورها، واليوم موجود انا بسان خوزيه. الان رحت على الدي ام في اعطيتهم الاوراق، وهي تقريبا المحاوله الثالثه عشان موضوع الادرس. رحت على الدي ام في اعطيتهم اوراقي، قلت لهم يلا بدي اقدم، ورحت زي هيك انه خلص انه بس قدم اوراقك يا ولد واللي يصير يصير. فاوكي حلو، هاي عندك اثبات ادرس وامورك تمام، وين المشكله؟ جهز حالك الفحص. ايه ايش في؟ يلا شيل الطاقية تصور. شلت الطاقية، صوروني الصورة يا جماعة، طلعوا. تقول انه خلي اعمل فوكس عليها، تقول انه طالع من السجن. عن جد تقول انه طالع من السجن يا جماعة، طلعوا كيف شكلي فيها. المهم مش موضوعنا. رحت عملت الاختبار ونجحت في الاختبار. نجحت في اختبار النظري، بسموه اول اختبار بيكون نظري، فنجحت في اختبار النظري. طبعا الاختبار بيكون له قسمين، قسم الاشارات زي توقف، زي اعطى الاولويه، زي ممر مشاه، زي مدرسه، والقسم الثاني بيكون اسئله عامه. فالحمد لله عديت الاختبار اليوم. والنقطه الاخيره والضروريه انه اجيت بدي احجز الان موعد عشان اقدم الفحص العملي. فاقرب موعد ب 28 الشهر، يعني تقريبا بعد 10 ايام من هسه، وانا بقدرش اني اضل في المنطقه 10 ايام، اوريدي خلصت تصوير كامل. فكانت الخطه اني اروح على لاس فيغاس، كانت الخطه زي ما انتم شايفين على الشاشه اني انزل من هون واتحرك مباشره على لاس فيغاس. فلا، رنيت على شاهد الان وغيرنا الخطه، الخطه انه اتحرك من هون مباشره الى لوس انجلوس لبيت شادي. شادي راح يسافر على الاردن، فراح اضل موجود عنده في البيت لمده اسبوع، اخلص امور الرخصه واخذ سيارته عشان افحص فيها، لانه برضو انت هون في امريكا لازم انت تجيب سياره من عندك تفحص فيها. والنقطه الثالثه انه اجهز الكرفان لحتى نسافر على لاس فيغاس ونطلع من كاليفورنيا بعد اسبوع لعشر ايام من الان. فتشوف كيف الخطه تغيرت. كان المفروض انه بكره اطلع من كاليفورنيا الى نيفادا اللي هي لاس فيغاس، ولكن الان انا رايح على لوس انجلوس. ولكن طريقنا الان خلينا نشوف شخص عزيز على قلوبنا اللي هو فارس. قبل ما نطلع، أليكس سافر على فرنسا، وعندك علي موجود الآن بلوس أنجلوس، وعندكم فارس راح نمر عليه الآن ونسلم عليه، بعدها راح نتحرك على لوس أنجلوس لأنه شادي مسافر بعد بكرة، فلازم نلحقه قبل ما يسافر. وأنا بحياتي ما حكيت زي قدام الكاميرا، فخلينا نتحرك، شكله شيء حلو نفضفض لكم ونحكي مع بعض. يلا هسا بهاي اللحظة أنا استوعبت إنه نسيت أصور لكم الدي إم في يا جماعة، نسيت اصور لكم الدي ام في. وهسه استوعبت انه السياره ما فيها بنزين اللي هو الغاز في امريكا هون، وهسه استوعبت انه ضايل شوي واصل فارس بعد ما حكيت معه. والله اليوم قديش حكيت مكالمات، حكيت مع نص الوطن العربي، نص الوطن الامريكي، حكيت مكالمات كثير اليوم. انا على الطريق الان، فخلينا نتحرك. انا ما صورت جوا في الدي ام في اللي هو اداره الترخيص، عشان ممنوع دخل اجهزه تلفون او كاميرا او شيء فكروك بتغش، ولكن راح اصور لكم كل لحظه في فحص السواقه راح يكون الفتره الجاي.
فخليكم جاهزين. فخلينا الان افوت على الشريع فعلبرن في جنب شحنيه والتليفون بيرنس جاي. ها قلبي انا بطريقي اليك سيدي. هاي فارس حق معي خلي القى يا ابوي هالفيديو هذا اني شوني محسوك فيه. كيف بدي اوصل لوس انجلوس؟ لازم تهدي يا جهاد. كم داون كم داون انت على طريق سريع. روح مونريه قابل فارس لانه لازم نقابله، مستحيل اطلع منطقه بدون ما اشوفه. بعدين اروح على لوس انجلوس. طب اصل اليوم ولا بكره؟ 8 ساعات سواقه ضايل 4 ساعات يصير دنيا ليل. فكروا معي يا جماعه فكروا معي، لما اصل فارس هناك ارجع لكم. ف مين هون؟ فارس. يا اهلا وسهلا فارس. الان بدك تحكي لي السر، شو عملت في العالم لحتى كل كومنتات اليوتيوب ارجع لفارس، صور مع فارس. والله العظيم اجتني اتصالات من الاردن عليك، شو عامل في الناس؟ الله يخليهم. شكرا. والله ما عملت شيء انا، بس being myself يعني. ترى العلم واحد من الاشخاص راح دور على رقم مطعم فارس على جوجل ورن على الكادر هون وطلب يحكي مع فارس يصله. فتخيلوا نوصل الموضوع يعني مش لحالي، حبيته كمان انتوا حبيتوه. وانا كثير مبسوط انك رديت رجعت ومريت علي هون زرتني. مستحيل مستحيل اطلع من المنطقة غير لما اشوفه. الله يخليك. زي ما شفتوا مباشرة مسكت تلفون فارس، انا رايح على لوس انجلوس ولازم اشوفه قبل ما اتحرك. فموجودين الان في مطعمه، اكيد شفتوه انتوا. هاي كمان ليك نظرة خفيفة عليه، فبدنا ناكل هيك غدا خفيف هنا وبعدين نتسهل الى لوس انجلوس. حتى فارس بيعرف موضوع الرخصة، ف يعني مشت الامور. مشت الامور الحمد لله. الحمد لله. It's a happy day. It's a happy day. والله happy day يا عمي. بيضل يغلبني في موضوع تعال. تعال هون قدام الناس. تعال تعال. حبيب حبيبي. اسمع بالله عليك خلينا نرفع قبل ما نوصل. ولو هذا مش اردني صاير قاعد. مش اردني صاير قاعد. ولك بين عيب عليك، كل الفانس تبعون جهاد يقولوا له عيب عليك، احنا عرب، عارف يعني ايه عرب؟ عيب، انت بدار فارس. بدي اقلب موضوع، تعال. تعال، لو سمحت يا فارس بدي اقلب موضوع. شو؟ اسمع بالله عليك، اخر مرة. يا زلمة اسمع، انت بدك فارس يذبحني اسكت، ممنوع ما ينفعش. والله ما بتصير. والله ما بتصير. والله ما بتصير. اسمع مني يا جماعة الخير، الزلمة هذا مش عارف شو احكي له يعني. تعال هون، بس هون على السريع. حبيبي حبيبي حبيبي. طب انا شباب شباب بذمتكم وحياة مشان الله، لو انا فت على الاردن ولا عند دارك بتسوي لي هيك؟ لا والله. طيب شوف عيب يعني، اقول عيب الشوم يعني؟ هذا شايف هذا شايف هذا هو اسمه شو؟ اسمه جاد بدوش يكون عربي، بده يكون متأمرك شوي. يا جماعه يعني احنا كنا بزياره فارس ومررين طريق وغدا لخامس مره يمكن هون في المطعم، فلازم نعمل لنا شيء احنا. خلينا نحس حالي بني ادم يا زلمه. لا بعد الشر ولو لو لو. خلينا نحس حالي بني ادم يا زلمه. ترى اسمع مني اسمع مني. بين الاخوه ما فيش شيء. بتعرف ايش مشكلتي؟ بتعرف ايش مشكلتي؟ ابوي بشوف الفلوج وكل ما اشوف فلوج واشوف حدا مثلا كيف عمو اهلا وسهلا بيبهدلني بقول لي انا ربيتك تدفع، انا ربيتك. لا حبيبي لا تقلق لا تقلق. عمو لا تاخذنا بس اعمل اكسكيوز لجاي. عملت انا يابا عملت المهمه بنجاح. ليش دخل انا خلص. عش ما ربيت يعني احلى ما ربيت عن جد. يسعد قلبك. ومبسوط ان احنا شفناكم واحلى فريسكا هون. يلا يسعد قلبك. يس اوه ماي بلوجر. والله بلوجر والله. مسكت الكاميرا. حكيت لكم مشكله الفلتر اللي كانت بتصير معي هناك اللي ما عرفت اصلحها، فرايحين انا وفارس الان. والله لحاله اتذكر الموضوع قال لي جهاد لازم صلح لك الفلتر قبل ما تتحرك، فرايحين الان على ميكانيكي اللي شغال عندك. مزبوط. في عندي شاب ميكانيكي مرتب ان شاء الله نقدر نحل المشكله، بس انا يعني مش حاب انك تضلك شغال يعني تسوق بالطريقه هاي، لازم تكون كله لازم صح كل شيء تمام امان يعني. صحيح عليك. صحيح. فخلينا نروح الان عشان السيفتي وعشان عندنا مشوار طويل 6 ساعات ان شاء الله لوس انجلوس وكلها جبال. فخلينا نجهز كل شيء ونروح الان. قديش بعيد من هون؟ اه خمس دقائق. خمس دقائق يلا. وصلنا. How you doing? Good. Nice to meet you. Nice to meet you. And you. That lives in the motorhome too. Ah, that's your motorhome. Motorhome, yeah. هذا يا جماعة عنده الار في اللي هناك. هاي له، فهو أكيد عارف الار فيات وعارف الأمور الثانية. فهي بشيك عليها، يعرف شو مشكلتها. هذا أحد فروع فارس المستقبلي إن شاء الله. موجود أي منطقة هاي؟ سايكل. سا
سيسايد كاليفورنيا، هاي منطقة سيسايد، وهذا إن شاء الله راح يكون واحد من سلسلة مطاعم فارس بإذن الله هون في المنطقة. منطقة حلوة، منطقة هادية، منطقة بجنن. نطلع الشمسات يا جماعة، الشمسات جدا حلوة. هاي الار في صلح فيه. لقى يا جماعة. We found it. Yes. احنا موجودين هون والاوتو زون هناك، قد ما الامور ميسره يا جماعه. بدنا نبدله هسه ان شاء الله. حلو. هذا اوتو زون، هذا المكان قديش دخلنا انا وقلنا اشترينا منه اغراض، كل شيء بدك اياه موجود هون. هاي فارس قاعد بشرح له شو بدنا اياه عشان نشتري القطعه، الفلتر الوسخ اللي حكينا عنه. دقيقه فارس لا هون كثير. والله غير علي، والله معي، والله العظيم معي، عندي اكونت معه فارس. يزم اخوان تعيش زلمه، لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم معي، والله العظيم معي. عيب عليك. شو والله هاي طلع ببلاش، 4 دولارات 5 دولارات. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. اليوم ابوي راح يقضي علي بعد الفيديو هذا. اوكي، اللي ما بتعرفوه عن فارس يا جماعة انه هو خبرة سيارات، يعني مع الفلتر اللي غيرناه قبل شوية راح تتحسن الاميال اللي بنقطعها. مزبوط. حلو، حلو جدا. حلو، بقول لك انك بتحطه على الضوء تقدر تشوف ولا اشي، فعملناته بده تغيير. You cannot see anything. اوه ايه، طلع الفرق يا جماعة بين الجديد والقديم. قديم هذا من 1977 ما تغير. طلع كيف، طلع كيف. هسه الار في بصير يتنفس، بصير يصرف اقل بنزين. وهذا هو مكان القياده، ولكن لما شلنا هذا الغطاء. فشو رايك في المحرك يا فارس؟ 8 سلندر. غيرنا كل شيء، ظل نغير الموتور هوم، ظل غير الار في. لا سلام، غير الار في تغيره. ما بتغيرش ابدا. شكرا لك. هيك بتكون سافر بدون مشاكل ان شاء الله. اهلا بيمان. عجد والله لكل الاحترام لك، انت من الاشخاص الرائعين اللي محظوظ اني تعرفت عليهم. وانا والله محظوظ. ثانك يو. ان شاء الله بشوفك عن قريب ان شاء الله. وهنا انت عارف لك بيت هون بمونتريال. والله انا عارف. شكرا لك داد. نحاول نقنعه انه يجي ويعيش هون بمونتريال. لسه كنا بنحكي فيها قبل ما امسك الكاميرا، لسه كنا بنحكي انه بقول لجهة تستقر في مونتريال، لانه انا لسه قاعد بدرس المنطقة. قاعد بدرس في الولايات، مش عارف اي ولايه راح استقر فيها. فبقول لي بقنا فيه، بقول لي تعال على مونري هون وما عليك من الباقي. بالضبط. فاحتمال استقر هون، الله اعلم. ان شاء الله. ثانك يو مان، ثانك يو سو ماتش. طيب يا جماعه، انا الان في طريقي الى لوس انجلوس. الان موجود عند الكازيه. اشتقت للطريق، اشتقت للسفر. فبما انه هذا الفيديو من اوله بلشناه واحنا بنحكي مع بعض بشكل مباشر، فخلينا نكمله. انا حرفيا اكتشفت شغله، انه احد الشغلات اللي فعلا بظهري مقويتني هي محبة الناس الي، الحمد لله. فلا تستهين فيها، اشتغل عليها، ودائما خليك مع الناس حواليك كويس، لانه هذا الشيء راح يرجع لك في المستقبل. فانا موجود، ما بعرف اسم المنطقة اللي انا فيها، ولكن ضايل 4 ساعات لحتى اصل لوس انجلوس لبيت شادي. موجود في كازية، مرتاح، مبسوط، كرفان تمام، جربته وسكت عليه 2 ساعة من الآن، كان كل أموره تمام. شكرا لفارس، شكرا لصديقنا الأمريكي اللي ساعدنا. في أشياء جدا قوية على الطريق، فأذكرها جماعة الخير وصلوا على النبي.